في المارشي الداخل، يعني كيف ما كنقولوا السوق المركزي اللي هو مارشي سونترال. السوق المركزي بانه تهمل شويه، وكاين شي بعض المناطق اللي بداو كيطيحوا، ويعني والدوله بان شافوا بان المارشي يعني بدا كيتهمل شي نهار غادي يطيح وكذا، ويصدقوا سادين على كل شيء. اللهم يعني كيف ما كنقولوا العامله دخلات وداروا واحد ان شاء الله باذن الله واحد الترميم اللي هو يعني غيكون في الصالح ديال المجتمع، ويعني وبنوا لينا هنايا على اساس يعني باش حنا نزاولوا ديك المهنه ديالنا، والكليان ديالنا يعني ما يتلفوش يبقوا كيف ما كذلك. وكاين الناس اللي عندهم يعني عمال وكاين معاهم خدامه تما وكذلك، ما يمكنش يعني يجروا على الخدامه ديالهم باش غادي يقولوا بان المارشي كيتصلح. السبب هو ترميم المارشي سونترال، انه قديم ما يزيد على 100 عام وهو مبني وغيترمم، وحنا داروا لنا هذا المشروع هنايا مؤقت لمده سنتين كيصلحوا المارشي بأكمله، عندهم الإصلاح قالوا واحد 8 شهور ونعاود نرجعوا للمحلات، حيت المارشي كان خصو نيت افيكتيفمون الإصلاح. المارشي راك عرفتي سنوات هذه واعية باغي يرمموه من جديد، قالوا لنا شنو هو المقابل اللي كطلبوا مقابل باش تسدوا واحد على الأقل واحد 8 شهور ولا عام، قول لهم أعطيونا مقابل ولا كل واحد عطيه الاجره ديالو كل شهر، قال لهم اعطيونا مقابل احسن من ناحيه الهواته ولا من ناحيه التجاره الجزارود. قال لك واخا شوفوا سميتو، قال اعطيكم شي بروفيزوار مارشي سنتر بروفيزوار في باركين، قلنا لهم شرفين ما قابلين. ولكن المشكله هنا واخا درنا هذا المشروع هنايا مشروع تجاره ناقصه فيه بالاسباب كثيره، الاسباب باركينغ ما كاينش، الناس اللي بغى يتقدى واللي بغى ياخذ يقضي حاجيات ديالو، وزايد بزاف العراقيل في الدخول وفي الخروج ديال الباركينغ. الى يعني رجعنا للمحلات ديالنا كيف ما كنقولوا، ورجعنا مثلا للمارشي، نطلبوا بان الباركينغ يبقى هو، ما بغيناش الباركينغ ديالنا يحيدوا لنا، ولو داروا باركينغ باب الحد. حاليا راه باركينغ ديال باب الحد وما كافيش، بغينا الباركينغ ديالنا يبقى باش يبقاو المحلات، يعني كيف ما كاين لي كليون ديالنا مولفين هذا الباركينغ هذا، وكاين حتى الناس انا كنتسب ان كاين الغسالات هما اللي في الباركينغ والمعيشه في المارشي، يعني في الباركينغ كلهم الناس عايشين معانا. اللي كان الكليان هما ديالك الا كان عندك شي كليان رسمي راه هو كيبقى عندك، ما تيتبدلش يقلب عليك حتى كيلقى. ما بالنسبه للي باساجور راه قلال، هو اصلا تقلال شحال هذا انت الا ما عندكش سميتو ما عندكش الكليان رسمي راه غادي تجلس حتى تعيا غادي تمشي بحالك. التجاره مأطره، ما هي هذه الا جيتي تحسب التجاره راه 3 سنين هذه وهي مأطره الا جيتي تحسبها بزاف الاسباب. هذا هو المشكل، ودابا هنا مأطر بزاف الناس هنا راه كلها وتجارته كلها والكليان ديالو اللي كيجيو عنده ما كاينينش تقريبا، كاين غير شي براني اللي داز وصافي لي باساجير. هادشي اثرنا على التجاره، يعني كنقول لك ما نقولش لك انا 50% ولكن غنقول لك 100%. حنا بالنسبه لحنا المارشي سونتر اصلا المارشي كيسدوه، حنا كنا في واحد الموقف بحال هاش، المارشي اللي تحل مع 8 كيسدوه مع الوحده ونص وما يحلوه حتى 4 ونخدموا حتى 8 ونص نسدوه. يعني بالنسبه لواحد اللي عنده الخدامه ما يمكنش المارشي غادي بالنسبه لنا حنا في هذا الوقت يسدوه، وعاد زادوا الباركين تسد ولا عندنا مشكل كبير. حنا مع من عايشين مع الناس ديال الباركين، كيجوا الناس من حي الرياض ومن يعني من مثلا من تماره من قيش لودايا من اوكدال الى اخره، والناس كيجوا بالسيارات ديالهم يعني كيبغيو يتقداو ويمشيو، ولكن مهما ما بقاش الباركين والباركين صغار وهذا، كنطلبوا من الناس الله يجازيهم بخير اللي يحاولوا ويقادوا الامور والصلاه على النبي. واخا كاين شونجمون دو بلاص مي لاكتيفيتي باقيه مزيان الحمد لله. ان شاء الله مني يكمل هما تحول على عامين، مني يكمل ان شاء الله مشاو كل شيء غيرجع المحلات ديالو وغيترمم داك الشيء غيولي حاجه مزيانه. اصلاح صالحنا صالحنا وصالح الجميع، حيت المارشي افيكتيفمون شحال من عام وكنخصو الاصلاح باش يعاود يكون زوين وعاود الناس يجيو ليه تقداو وهادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.